الجبهة وما أعلنته منذ قليل برفض الاستفتاء ورفض الإعلان الدستوري الدكتور عمرو حمزاوي عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ. دكتور عمرو، ماذا يعني رفض الاستفتاء؟ دكتور حمزاوي، يا دكتور عمرو، طيب مش معانا الدكتور عمرو، اتقطع الخط. خلينا نقول لكم انه منذ قليل صدر القرار بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في ونشر في الجريدة الرسمية. لو معانا يا جماعة الجريدة الرسمية، ومن خلاله بيقول القرار: تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وتساعدها في الإجراءات في ضبط الأمن حتى وذلك لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. ويحدد السيد وزير الدفاع المناطق والمهام للقوات المسلحة. إذن هنا في ضبطية قضائية للقوات المسلحة. يعني إيه؟ يعني قوات الشرطة العسكرية الموجودة وقوات الجيش الموجودة في الشارع تقدر إن هي يعني هي كمان تقدر تقبض حد أو تقبض عليه وترسله إلى النيابة، مش بس الشرطة اللي بتقوم بذلك. رجع لنا الدكتور عمرو حمزاوي. دكتور عمرو، ماذا يعني رفض الاستفتاء؟ مساء الخير يا لميس، تحياتي. اسمحي لي اولا اعلق على مساله اعطاء القوات المسلحه الضبطيه القضائيه. نحن امام اجراء استبدادي جديد. انا في الحقيقه مش مصدق، يعني انا مش عارف احنا رايحين على فين بالظبط. يعني احنا بنقول بنبني دوله حقوق وحريات، وبقالنا في صراع مستمر مع اجراءات استثنائيه واجراءات للاستبداد جوهرها اعلانات دستوريه بيصدرها الرئيس اكثر ما بيطلع قرارات على الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه. لين النهارده كمان معهد ضبطيه القضائيه للقوات المسلحه. هذا الامر لا يجوز ولا علاقه له لا بحقوق الانسان ولا بناء دوله قانون. ده بس على جنب، بحب اسجل الموقف. مساله موقف جبهه الانقاذ الوطني، احنا اكدنا على موقفنا ان هذه العمليه بالكامل هي عمليه باطله. نحن امام جمعيه تاسيسيه باطله اعدت منتجا اللي هو الدستور باطل، لانه غير توافقي، لانه دستور فصيل واحد، لانه يعصب بالحقوق والحريات، لانه يكرس الاستبداد، وامام مطالبه هي واضحه بمد اجل بتاجيل الاستفتاء الى ان يتم التوافق على دستور حقيقي لا يعصب الحقوق والحريات رفضت من جانب رئاسه الجمهوريه. احنا في عمليه مكوناتها الرئيسيه باطله. الرئيس لم يلتفت الى المطالب الشعبيه، الرئيس بيتصرف كانه رئيس لجماعه الاخوان ولخلفاء جماعه الاخوان فقط، وبالتالي نحن لن نشارك ولن نضفي شرعيه على هذه العمليه الباطله. واحد. اثنين، والجبهه اكدت على ده، ان الشعوب حين تريد بناء الديمقراطيه لا تستفتى او تساوم على حقوقها وحرياتها. ما ينفعش اعرض للشعب دستور في عصر الحقوق والحريات واقول له يا ام لو قبلتوا بديل الاراده الشعبيه واتفضل بقى استحمل واقبل صندوق الانتخابات. هذا المنطق فاسد بالكامل، وبالتالي نحن لن نشارك اجرائيا على الارض. نحن توجهت الجبهه، ومش هي اللي بتحرك، الناس اللي بيتحركوا للاحتشاد في مسيرات ومظاهرات سلميه، باكد مره اخرى سلميه، يوم الثلاثاء القادم بعد بكره. يعني طيب، يعني هناك، انا عارفه ان كان في عدد من الرؤى داخل الجبهه، منها انه الجبهه تشارك او المعارضه تشارك وتقول لا. ايهما افضل في رايك يا دكتور عمرو؟ ان الناس تروح تقول لا، فبالتالي تزود امام العالم فكره الرفض، لانه كده ممكن الدستور لو نزلوا مليون 2 مليون هيعدي ب 80 او 90% تقريبا. تمام، خليني اقول لك ان فعلا الجبهه ناقشت المساله بصوره دقيقه جدا، وكان في تنوع وتعدد في الاراء، وده طبيعي في جبهه مكونه من احزاب ومجموعات وكيانات وشخصيات عديده، وايضا طبيعي جدا في اللحظه الدقيقه اللي بتمر بيها مصر. خليني اقول لك ان كان في منطق بيقول لا ننزل ونشارك ونقول لا، ولكن هذا المنطق وجه بالراي المبدئي بان احنا لا شرعيه على عمليه فاسده، على عمليه باطله في كل مكوناتها، من اول الجماعه للمنتج لمعاد الاستفتاء لعدم الالتفات الرئاسي للمطالب الشعبيه لكل هذه الامور. الحاجه الثانيه، لو انت بتقولي عايزين يعني نحدد حجم الرفض بالظبط، في اداه ثانيه هي اداه عدد من سيشارك، نسبه المشاركه. احنا امام سلسله من الاستفتاءات او استفتاء ومجموعه من الانتخابات ما بين برلمانيه ورئاسيه عقدت في مصر خلال العامين الماضيين تقريبا خمسه، من استفتاء لانتخابات مجلس الشعب لانتخابات الشورى المراحل المختلفه للانتخابات الرئاسيه واحد، ثم جوله الاعاده. متوسط المشاركه لو بعدنا عن الشورى من 40 ل 50% من الهيئه الناخبه المصريه، حوالي 20 ل 25 مليون. انا بقول لك لو احنا قدرنا من خلال حمله المقاطعه، هي هتكون حمله فعاله جدا، الرفض بمعنى ان ما حدش يروح ويشارك، ان نوصل لنسبه مشاركه لو نجحنا هتكون 10 20%، وده هيكون في نفس التحديد لحجم المعارضه، ان مش ال 25 مليون اللي هينزلوا، انما اقل من هذا بكثير. غير كده احنا بنتحرك مع الشارع يا لميس، احنا في مسيره سلميه في محاوله ل ل ل, 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 ل
بيسجل موقف بيتفاعل مع المطالب الشعبية وبيتحرك في الشارع، وانت عارفة مصر حركة الشارع السلمية لا تعلم ما هي النتائج التي ترتبها، فاحنا مش هنتظر على حركة الشارع وديناميتها، لكن لو وصلنا يوم السبت احنا هنكون امام حملة منظمة جدا للمقاطعة، واعتقد ان نسبة المشاركة هتكون المعيار الرئيسي، انخفاضها عن 20-25 مليون بصورة واضحة هيكون معناه ان هذا الدستور الفصيل الواحد، ومن صوت له من ذهب وشارك هم من ينتمون لهذا الفصيل. قناة الجزيرة ذكرت منذ قليل انه ان ائتلافات القوى الاسلامية قد تدعو لمليونيات سلمية يوم الثلاثاء القادم. يعني هذا يعني مرة أخرى احنا في الدائرة الغريبة ديت، كلما دعونا لمليونية خرج هم ودعوا لمليونية في نفس اليوم وأحيانا في نفس المكان، التظاهر والاحتشاد السلمي حق مكفول للجميع. أنا أرجو أن احنا نتجنب تعريض بلدنا للخطر ونتجنب السيناريو السيء جدا المرعب اللي حصل يوم الأربعاء اللي فات أمام الاتحادية، ومعروف جدا مين اللي راح لمين، مين كان موجود فين قبل مين، ومين اللي راح له، ومين اللي اعتدى عليه. أنا أرجو أن احنا نتجنب هذه الأمور، لكن حق التظاهر والاحتشاد السلمي مكفول للجميع. شكرا دكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ، ومعي أيضا سيادة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد السابق. سيادة المستشار، كيف ترى الأمور، الإعلان الدستوري الذي صدر بالأمس ورفض المعارضة للدستور والاستفتاء على الدستور؟ يعني أنا رأيي أن الإعلان الدستوري اللي صدر بالأمس هو إعادة صياغة للدستور الذي ألغي، للإعلان الدستوري الذي ألغي، وليس هناك أي تقدم للأمام ولا أي استجابة للمنطق أو العقل أو القانون أو للشعب. هو إعادة صياغة نفس الإعلان الدستوري لم السابق الذي تم إلغاؤه، كله عيد صياغته مرة أخرى. إبقاء الآثار التي ترتبت على الإعلان الدستوري، عدوان على استقلال السلطة القضائية، وما زال هذا العدوان قائم، بصرف النظر عن رأيي في صديقي المستشار طلعت عبد الله الذي أشهد له بأنه من أكثر القضاة ومن أكثرهم نزاهة، إلا أن زي ما تم العزل النائب العام السابق يمكن عزله أيضا بنفس الآلية الغير شرعية، ايضا يمكن عزل عدد اخر من القضاة في مرحلة لاحقة وتعيين بدل منهم، خاصة وان في واقعة حصلت قبل ثورة 25 يناير ما كناش فاهمين ايه الغرض منها وما تنبهناش ليها كفاية، وهي ان المرشد العام قام بتخريج دفعة من القضاة في دورة قضائية تم اعدادها في مقر جماعة الاخوان المسلمين، واستأنى وقتها وقلنا هو هيعمل قضاء موازي للقضاء العادي ولا ايه؟ لا، اتضح ان ده كان بيتم الاستعداد لاستبدال عدد من القضاة بقضاة تابعين للاخوان المسلمين، وده هيبقى سابقة خطيرة جدا وعدوان سافر على استقلال السلطة القضائية. طيب ايضا المادة الثانية معيبة جدا، بتناقض حجية الاحكام، بتدر حجية الاحكام، وهي مخالفه لكل الدساتير ومخالفه لكل الاعلانات الدوليه اللي مصر وقعت عليها، ومخالفه للشريعه الاسلاميه، لان الشريعه الاسلاميه لا تجيز اعاده محاكمه الشخص مره اخرى حتى لو ظهرت ادله جديده. والقانون المصري يمنع هذا وهم عارفين كده. فنفس الماده الثانيه مقصود به فقط المتاجره بمشاعر المصابين والشهداء، وان يضحكوا عليهم ويفهموهم ان الغايه من الاعلان الدستوري الحفاظ على حقوقهم، وده غير صحيح. لا يستطيع احد ان يعيد تقديم محاكمه متهم قضي ببراءته او بادانته مره اخرى حتى لو ظهرت ادله جديده وحتى لو ظهرت قرائن جديده، لا يمكن اعاده محاكمته عن نفس الواقعه مره اخرى. كل ده للاسف، انا يعني لو كان فتح سرور ومفيد شهاب هم اللي عملوا الاعلان ده ما كانش هيطلع أسوأ من كده. طيب يعني واضح ان هذا الاعلان كان المستهدف فيه سياده المستشار كسر حصار القضاء، يعني فكره ان القضاء يمتنع. لا مش بس كده، لا في حاجه ثانيه مستهدفه، وهي تمرير دستور لا يتوافق عليه كل الشعب المصري. دستور يعبر عن فئه معينه، عن اراده فئه معينه، ويهدر اراده بقيه الشعب كله. لان كان في ماده في الدستور، في الاعلان الدستوري بتاع 2011، الماده 60 مكرر، كانت وضع اليه
لضمان حدوث التوافق. صحيح. وان تعطي الحق للخمس انه يعترض على ماده او اكثر فيعاد المشروع مره اخرى للجمعيه التاسيسيه، فاذا اثرت على رايها يعرض الامر على المحكمه الدستوريه العليا باعتبارها جهه محايده ومتخصصه لتقوم رايها ويبقى رايها ملزم. هذا النص الغي بالاعلان الدستوري بتاع شهر 8/2011، يعني الرئيس مرسي هو اللي الغى هذا النص. فما يجيش النهارده يحتجوا يقولوا اصل النصوص اللي تم الاستفتاء عليها او النصوص اللي كانت في 2011 ما نقدرش نعدلها في المواعيد اللي هم بيقولوا عليها الزاميه، وهي في الحقيقه مواعيد تنظيميه. كل ده مغالطه في القانون ولا تليق ابدا بالرجال. الهدف منها ايه يا سياده المستشار؟ كل ده الهدف منها؟ الهدف منها الهدف منه تمرير دستور لا يعبر عن كل الشعب واهرار اراده بقيه الشعب والاستئثار بكل السلطات في الدوله واخوان في الدوله كلها بجميع مؤسساتها، والدستور يبقى بيخدم على هذه الاراده، وتبقى الدوله كلها ماشيه في اتجاه واحد وراي واحد. ودي مش الديمقراطيه، الديمقراطيه مش صندوق انتخابات، الديمقراطيه اشياء كثيره جدا اخرها صندوق الانتخابات والاغلبيه. أشكرك سيادة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد السابق اللي طبعا الموجود في المعار إلى الكويت حاليا، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الرأي. الحقيقة أن احنا عندنا أخبار كتيرة، لكن أهم خبر دلوقتي لازم أقوله لكم هو خبر الضرائب. ضرائب، عايزاكم تستعدوا للضرائب الجديدة. غدا في عدد الغد من الجريدة الرسمية هينشر مشروع الضرائب أو مشروع القانون الجديد أو التعديلات الجديدة لمشروع قانون الضرائب التي يقرها الدكتور محمد مرسي، أو نشر في عدد إيه النهاردة؟ أعتقد أن نشر، طيب احنا هنعرف بالظبط انه عدد اللي نشر فيه لان العدد موجود بين ايدينا، وبالتالي غريب جدا ان احنا عرفنا عليه متاخرا، لكن هو اقره الدكتور مرسي اقره بصفتي ممثلا للسلطه التشريعيه، وهي تعديلات على قانون الضرائب. كنا متوقعين هذه التعديلات، كنا بنكلمكم قبل كده على شريحه في ضريبه الدخل، كنا بنكلمكم على رفع الاسعار على السجاير والكحوليات وقالوا المحمول وبعدين رجعوا قالوا المحمول لا. تعالوا بقى نتفرج على الصيغه النهائيه الحلوه كده اللي هي بتاعت الضرائب، وكيف ان الحكومه الجديده نتيجه طبعا انها ملتزمه مع صندوق النقد الدولي، وعليها قبل يوم 19 ان تثبت لصندوق النقد الدولي انها تعمل على، مش عايزه اقول الشروط، ولكن تعمل على تنفيذ برنامجها المصري. والبرنامج يا جماعه بيقوم على حاجتين، على زياده الحصيله وعلى خفض النفقات. زياده الحصيله دي هتيجي منين؟ استثمارات، حاشا لله بعد الشر، استثمارات دي كلمة أساسا شكلها مش لطيف بالنسبة للحكومة الجديدة. تعملوا ايه؟ ياخدوها من جيوبنا، ونبتدي بالضرائب ياخدوها من جيوبنا. فالحقيقة أن طريقة الجباية من الواضح أنها هي اللي هتسري في الفترة القادمة، طالما أن الدنيا غير مستقرة. وعلى رأي السيد خيرت الشاطر، مهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، اللي بيقول أنه يا جماعة استقرار، أعمل لكم استثمارات إزاي؟ وأجيب رجال أعمال من اللي أنا بقابلهم كل يوم في المطارات إزاي؟ إذا كان مفيش استقرار، لما إن شاء الله يبقى في دستور ويبقى في مجلس شعب وكده، أوعدكم أن التريليونات هتهف علينا وتهبط علينا كل مطر الكتير، مطر الكتير. طب نشوف جدول الضرائب يا جماعه، معانا الجدول. طيب عندنا بقى، بصوا، المياه الغازيه، يعني كل المياه الغازيه عشان من غير ما اقول اساميها، يعني 25%، السجاير هتزيد 50% الاجنبي والمحلي، طبعا ده كله من الجريده الرسميه. يعني هتزيد 2 جنيه ونص على الاجنبي و2 جنيه على المحلي. التصاريح الرسميه، اي حد يعمل، يروح يعمل معامله تصريح كده رسمي ياخد اي حاجه هيدفع 90 قرش عليه، ماشي. الرخص الاداريه 3 جنيه، محاجر ومحلات السينما 1000 جنيه، محلات الجزاره 100 جنيه. انا عايزه بس اقولها لكم بايه بدقه. طبعا ضريبة المعسل والدخان ده زاد طبعا 150 جنيه، اي الناس اللي بتشرب شيشة، وانا مش مع الشيشة فمش هقدر ادافع عنها، 150%. عندنا الطرح الاول للبورصة، ده كنا متوقعينه 10%. الاعلانات، الاعلانات دي تبعنا احنا بقى. قالك ايه؟ المحطات الفضائية دي احنا عايزين نحاصرها، والجرايد عايزين نحاصرها،
لانه احنا فلوسهم كتيره. هي ليه فلوسهم كتيره؟ احنا عايزين نحاصر هذه البادجتس او الموازنات بتاعه الحاجات دي ونحاصرهم بقى كلهم. نعمل ايه بقى؟ عندنا زياده في الضرايب من 10% ل 25%، وانا هشرح لكم الضرايب دي بقت عامله ازاي. قال لك 10% هتبقى نسبه الضرايب، 10% على الاعلانات حتى مليون جنيه، 15% على الاعلانات من مليون ل 25 مليون، 25% على الاعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه. طبعا ده هينطبق بقى على جهاز الاذاعه والتلفزيون كله اللي الحقيقه ما عندوش اعلانات كتيره، بس يعني لو بتجيله اعلانات فهو خلاص يعني مش هيبقى عنده فلوس، فمش عارفه يدفع مرتبات منين الحقيقه. الصحف القوميه اللي اساسا عندها مشكله في سداد الضرايب السابقه وعندها ضرايب متراكمه قد كده ما دفعتهاش، بس كل المؤسسات القوميه الاهرام بقى كل بقى الوفيات والكلام ده كل ده ضرايبه هتزيد بشكل كبير. يعني في النهايه كل ده هيزيد. عندك بقى ايه في ضرايب تانية لطيفه جدا؟ عندك طبعا في ضرايب جديده على الميه وضرايب جديده على الكهرباء، دي احنا كنا اتكلمنا عليها وجديده. في بقى ضرايب على البنوك، دي بقى اللي عايز اكلمكم عليها، ضرائب جديدة على البنوك. قال لك ضريبة 4 في الـ1000 سنويا على تسدد بواقع 1 في الـ1000 صورة من على أي صورة من أصو من التمويل. يعني خدت تمويل عربية دي عليها ضرائب، خدت قرض ده عليه ضرائب، خدت أي حاجة تشتغل في البنوك عليها ضرائب جديدة. خلونا نشوف. وطبعا في ضرايب على الحديد زادت، وفي ضرايب على الاسمده زادت. كل ده هيتحمل ايه؟ على ايه؟ على الزبون، لان شركات الحديد وشركات الاسمده وشركات كل الشركات دي مش هتتحمل الضرايب الجديده. قال لك شريحه المحمول بقى، شريحه المحمول هنزود عليها مقطوع كده 25 جنيه مقطوع. يعني انت ايه كده مفيش مش نسبه 25 جنيه، كل ده بيتمرر في بالليل واحنا مش فاهمين واحنا مش مركزين واحنا بنفكر في الدستور، كل ده يتم تمريره في غفله من الزمن. الاستاذ عمرو المنير عضو جمعيه الضرائب المصريه. استاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. كيف ترون الضرائب الجديده؟ والله شوفي حضرتك، هو التعديلات اولا صدرت في 6 ديسمبر بس هم نشروها النهارده، ويعني صدرت في 6 ديسمبر ونشروها النهارده بس. يعني صدرت في الجريده الرسميه، نشرت في الجريده 6 ديسمبر بس ما عرفناش بيها الا النهارده. وطبعا دي تعديلات كتير في ضريبه الدخل وضريبه الدمغه وضريبه المبيعات. هل دي الضرايب، هل دي استاذ عمرو، هل دي الضرايب اللي كنا متوقعينها؟ احنا كنا عارفين مجموعه من الضرايب، لكن مش في حاجات زادت ولا انا غلطانه؟ في حاجات زادت. الحكومه بتلعب معانا لعبه لطيفه جدا، يعني بيعملوا لنا تعديلات وبعدين اقتراحات، وبعد شويه بعد ما نناقشها يطلعوا لنا اقتراحات ثانيه، فلما نناقش الاقتراحات الثانيه نفاجئ ان هم مطلعين قانون باقتراحات مختلفه شويه عن اللي احنا ناقشناها. ف يعني مش عارف ده ايه المقصود منها يعني. الحاجه الثانيه انه طبعا اهم الملاحظات على التعديلات دي ان هي دي عوده لفكر الجبايه. اللي هو الهدف ان احنا نحقق حصيله ضريبيه بغض النظر عن تاثيرها الاقتصادي او البعد الاجتماعي ليها. النقطه الثانيه، احنا في فتره ركود اقتصادي في مصر، وفي فترات ركود الاقتصادي عموما اي مبادئ، اي يعني خبير في الاقتصاد او حتى عنده معرفه بمبادئ الاقتصاد، لا يتم زياده الضرائب او اضافه ضرائب جديده في فترات الركود الاقتصادي، وخصوصا الضرائب غير المباشره، لانها بالتبعيه بتؤدي الى تضخم وزياده اسعار، وبالتالي تخفيض الاستهلاك والقوة الشرائية، فما بتحققش الحصيلة الضريبية المطلوبة وبتعمل مزيد من الإجهاد للاقتصاد. يعني أنا يعني هدي مثل كده حضرتك اعذريني، بالظبط زي ما يكون بقرة بنحلبها وهي ضرعها جاف، يعني بدل ما نأكل البقرة عمالين نحلبها وهي ما عندهاش المنتج اللي ممكن ناخده، بنجهدها من غير عائد يعني. فده للأسف يعني اللي بيحصل. الحاجة الثالثة انه بنعدل القوانين، من المفروض ان احنا التعديل ده يبقى لعلاج التشوهات في القوانين وتقليل الخلافات الضريبيه بين مصلحه الضرايب والمورين. اللي بيحصل منها تعديلات بتؤدي الى مزيد من التشوهات واثاره خلافات جديده. فالقانون اعتقد او التعديلات دي سلبياتها اكثر من ايجابياتها للاسف. انتوا قدمتوا لهم مشروعات او قدمتوا لهم اقتراحاتكم مش كده ولا ايه؟ احنا قدمنا اقتراحات زي ما كنت هتقول حضرتك قبل كده في لرئاسه الجمهوريه وللوزاره، ولم يتم الاخذ بكثير من الاقتراحات دي. من اهم الاقتراحات مثلا انه احنا بنزود الاعفاء للاعباء العائليه للاشخاص، يعني
عمالين نزود الضرائب وسايبين الافراد اللي هم اللي المفروض ان يبقى فيه بعد اجتماعي ونحقق لهم عداله اجتماعيه. انا عايز اقول لحضرتك يعني عنوان القانون عنوان غريب شويه، احكام قانون الضريبه على الدخل وتقرير بعض التيسيرات الضريبيه والمساهمه في تحقيق العداله الاجتماعيه والحد من حالات التهرب الضريبي، ده عنوان القانون. اول مره اشوف قانون دي يعني يفتح مظاهره مش ده عنوان. هم الحقيقه الركاكه في العناوين وفي الكتابه، ده عنوان الحكومه دي او النظام كله ركاكه، يعني حتى في الدستور ركيك، في القوانين ركيك، انا مش قادره اصدق ما عندهمش حد بيكتب. طب العداله الاجتماعيه هنا فين يا استاذ عمرو؟ انا مش شايفها، يعني هو في تعب دور عليها اكيد هتلاقيها في حته مستخبيه. يعني احنا هنحاول ندور يمكن نلاقي مع بعض. لا يعني مثلا خلينا بجد مثلا البيره والكحوليات ماشي، زود عليها ايه 200% اعتقد او حاجه كده. السجاير 100% بقت 150%، السجاير كانت 50% وجنيه وجنيه وربع بقت 50% و2 جنيه ونص. يعني ايه 50% و2 جنيه ونص؟ يعني هيزود يعني 50% زائد يعني سعر المستهلك في السجاير عليه 50% من السعر زائد جنيه وربع، كانت الضريبه قطعيه بقت 2 جنيه ونص. ثواني يعني معلش، هل انت تعرف علبه السجاير بكام؟ لا ما هو هم عارفين السعر المستهلك النهائي هو بيطلع من الشركه بيتحسب عليه 50% زائد 2 جنيه ونص ضريبه قطعيه. يعني مثلا لو قال لك المستورد العلبه ب 13 جنيه مثلا، انا اخد 50% يعني 6 جنيه ونص. ايوه زائد 2 جنيه ونص يعني بقى عليها 9 جنيه تقريبا، يعني هتزيد 9 جنيه. ده لو 13 جنيه يبقى 9 جنيه تبقى ونفس الشيء بالنسبه للمصري. المصري هيبقى 50% برضه بس 2 جنيه بدل 2 جنيه ونص، يعني ال 2 جنيه ونص المستورد و 2 جنيه للمصري. هي الفكره كمان في السجاير، احنا يعني هل بيتم الدراسه من وقت ما زادت اسعار الضريبه على السجاير التهريب زاد؟ ايوه فاحنا دلوقتي بيزود الاسعار فالتهريب هيزيد. انا لما اعمل حاجه زي لازم احكم السيطره على المنافذ واشوف التهريب ده، لانه في الاخر مش هحقق حاجه اذا كان التهريب بيزيد كل ما بيزيد. زياده الضرايب على الاسمده وعلى الحديد هيتحملها المستهلك مش كده؟ اكيد. ما المنتج ملوش اي علاقه، يعني هو كان فاكر ان هو بيدفع المنتج، ديفنتلي المنتج مش هيدفع. ضرايب المبيعات حضرتك دي ضريبه غير مباشره، يعني بيتحملها المستهلك وليس المنتج. وبالتالي انت عندك زياده من الاعباء على المواطن. اكيد ضريبه المبيعات هي نتيجتها زياده اعباء، وده يعني بيحصل كنتيجه دايما لزياده الضرايب غير المباشره، ومن ضمنها ضريبه على الاتصالات مثلا المحمول من 15% ل 18%، دي زياده طبعا. في حديد التسليح، الاسمنت، السجاير، الاسمده، كل دي زياده في الاسعار. في موضوع ضريبه الدعم حضرتك اثرت في موضوع الاعلان. لا هو احنا مقصودين عادي ما عارفين يعني. بس هو الاعلان كان عليه ضريبه 15% هم زودوها بقت 25% على ما يزيد عن 25 مليون جنيه، وهي الفكره انه اغلب الشركات يعني قللت البادجت بتاعتها بتاع الاعلانات، فلما زود الضريبه لانه طبعا في النشاط الاقتصادي اقل فمفيش يعني مفيش عائد، فبيعملوا البادجت بتاع الاعلانات اقل، فانا هزود الضريبه فهقلل طبعا فرصه ان هو بالظبط. هو بيحاول يعمل انكماش في النشاط، يعني هو اي ثينك ان ده يزيد من انكماش النشاط الاقتصادي. ده رايي يعني. هو طبعا في حاجات لو قلنا يعني لو قلنا على نعتبر عداله اجتماعيه ان هو في الشرايح على دخول الافراد عمل يعني تخفيض شويه في الشرايح، يعني انا ما اعتقدش ان لها تاثير كبير، بس يعني هنقدر نعتبر ده يعني ايجابيه من الايجابيات اللي موجوده في القانون. انما بصفه عامه طبعا انا شايف انه تاثير سلبي على النشاط الاقتصادي، وخصوصا في عندنا فكره الضريبه على طرح الاوراق الماليه على بيع الاسهم في صحيح. وطبعا الضريبه العقاريه كمان اللي هتبدا من العام القادم. اشكرك استاذ عمرو المناير عضو جمعيه الضرائب المصريه. خلونا نشوف البنوك رايها ايه. هند عبد الحليم نائب مدير قطاع مدير عام قطاع الضرائب والطعون في البنك الاهلي. هند مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اشرحي لي بالظبط ايه الضريبه الجديده دي على البنوك، واعتقد ان البنوك رافضه هذه الضريبه. الأول بحيي حضرتك على البرنامج الجميل دوت والهادف وحضرتك شخص محترم جدا، وبحييكي فعلا على هذا البرنامج. ميرسي يا هند، اشكرك.
الضريبة دي حضرتك كانت زمان في بموجب قانون 181 سنة 81 كانت الضريبة النسبية كانت واحد في الألف وشرايح وحاجات كده. فدي من قبل 2006. نعم. فكان من قبل 2006 كانت الضريبة على أعلى رصيد مدين. أعلى رصيد مدين يعني أنت تاخدي سي مثلا مليون جنيه واستخدمتي طول السنة أعلى حاجة عندك خدتي المليون كله، فالضريبة بتبقى على المليون كله. ده اللي هو القرض يعني، لو خدتي قرض. قرض أو جاري حاجة في شكل جاري مدين أو أي نوع من التمويلات في البنك. واخد بال حضرتك؟ فجه في سنة 2006 كان المشرع عمل طفرة حلوة جدا في الاقتصاد بناء على تعديل هذا القانون، بقانون 143 2006. القانون قال إن الأول قال له 2 في الألف طول السنة وزودها بقت 4 في الألف، بس بتتحسب على أربع شرايح، أربع كورتز. لا مش شرايح، أربع مرات كل ثلاث شهور واحد في الألف. بتتحصل كل ثلاث شهور، واحد في الألف نص على العميل ونص على البنك. تمام. على كل أشكال التمويل، جاري مدين أو قرض، وما فيش حاجة مغطى غير مغطى، بتتاخد الضريبة على هذا الشكل. تأثيره ده إيه يا هند بقى؟ قولي لي التأثير ده، تأثير ده على البنوك إيه؟ تأثير إيجابي جدا جدا. كان. الاستثمار بيزيد يعني أنا أعتقد النهارده التعديل بتاع النهارده ده بيرجعنا 20 سنة ورا أو 30 سنة ورا. النهارده المفروض إن أنا بشجع الاستثمار، البلد نايمة وبلد شبه ميتة سوري يعني. أنا بشجع الاستثمار. اشرحي لي ده تأثير هذه الضريبة الجديدة اللي هي 4 في الألف على أعلى رصيد. على أعلى رصيد النهارده هو عمل على أعلى. الضريبة كانت بتعمل أربع مرات في السنة، واحد في الألف كل نهاية كوارتر في السنة. تمام. 30/3 بتتاخد ضرايب من يناير ل30/3 وبعدين 30/6 وبعدين 30/9 وبعدين 30/12. تمام. سي أنت خدتي كارد في 1/1 في السنة، المفروض بياخد ضريبة على الرصيد بتاعك في نهاية الكوارتر الربع الأولاني اللي هو 30 مارس. أنت سحبتي قد إيه وسددتي قد إيه؟ القانون 143 اللي هو كان الجديد اللي اتعدل النهارده للأسف كان بياخد على الضريبة في 30، كان على الرصيد في 30 سنة. اللي فاضل يعني، أيوه. بالظبط اللي فاضل. النهارده عدل تعديل أخرنا 30 سنة ورا. طب يعني لا اشرحي لي برضو هند عشان الناس ما بتفهمش التفاصيل الكتيرة دي، تأثيره ده إيه على نشاط البنوك؟ تأثيره ده إيه على الناس اللي بتقترض؟ ما النهارده قال لي على آخر أعلى رصيد مدين في نهاية الثلاث شهور حضرتك. يعني النهارده في الثلاث شهور أنت صرفتي ال 10 مليون كلهم، جيتي سددتي على 30/3 سددتي ثلاث أرباعهم، بيتفضل الربع، الربع ده هو اللي كان بيتاخد عليه الضريبة. دلوقتي أنت هتدفعي الضرايب على كله. على اعلى حاجه استخدمتيها ان شاء الله في 1 يناير، يعني خدتي 3 ارباع المليون، 3 ارباع ال 10 مليون، بياخد وسددتي في نهايه الثلاث شهور بياخد على الثلاث ارباع. خلاص يبقى يعني كده المستثمر ما يستلفش. بالظبط كده. هي دي النقطه، ان المستثمر يستلف ليه من البنوك المصريه؟ ده النهارده نايم الاستثمار تاني. النهارده يروح يستلف من البنوك اللي بره. بالظبط. بالظبط، النهارده المستثمر كان فرحان ان انا في نهايه الشهر همشي شغلي وهمشي مشروعي وهسدد سي نص اللي انا دفعته او ربع. والاهم كمان في حاجه تاني اتفضلي. المشرع عمل الكلام دوت اصلا، دي كانت مشاكل كانت عباره عن دليل طلعته مصلحه الضرايب داخليا، فاحنا اعترضنا على اساس ان مجرد التعليمات ديت ما بتهدمش قانون. لازم التشريع يتعدل بتشريع، فتقدمنا جوه مذكره لمصطفى بيه عبد القادر، دكتور مصطفى عبد القادر وكيل الوزاره لقسم الفتوى في الضرايب، وقلنا له ان في مشاكل من ضمنها هذه المشكله. بس الدليل ما يرقيش لمركز القانون، اتفاجئنا بتعديل تشريع حضرتك هذا التعديل طبقا للدكتور جابر نصار صدر يوم 6 ديسمبر وذلك قبل 12. قبل الغاء الاعلان الدستوري. يعني هذا التعديل محصن. انا مش عارفه ليه. لا معقوله يا استاذه هند مش عارفه ليه؟ معقوله مش عارفه ليه؟ عرفتي بقى ليه؟ ليه؟ علشان كده يعني مش عايزه اقول كلام بقى يعاقب عليه القانون. انا كل اللي همي بلدي النهارده والاستثمار
هم برضو مهتمين بالاستثمار والله. بتحارب في جبهة والحكومة بتحارب في جبهة تانية خالص. شكرا يا هند، أشكرك هند عبد الحليم نائب مدير، معلش عشان وقتي، مدير قطاع الضرائب والطعون في البنك الأهلي. الأستاذ محمد عادل محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. محمد أنتوا هل رفعتوا قضية على موضوع ضرائب الكهرباء؟ مش ضرائب الكهرباء يا لميس، الدنيا دخلت معاكي في بعضها، احنا رسوم الكهرباء. رفع اسعار الكهرباء، نعم. ضريبه زود على سعر بيع الكهرباء. ايوه للمواطن العادي. ما هو كله بقى الضرايب والاسعار زادت كلها مع بعض. بالظبط، اعتقد يا لميس انه احنا دلوقتي حكومه هشام قنديل بتطبق الاجنده بتاعه صندوق النقد الدولي لزياده الرسوم على مستهلكات الطاقه وكافه يعني ورفع الدعم عن الغاز والكهرباء وزياده الاسعار والضرايب. ودي الاجنده او الروجيتا اللي بيحطها صندوق النقد الدولي، دي الضرايب اللي هيدفعها المواطن من جيبه بشكل مباشر علشان حكومه هشام قنديل تاخد ال 4 مليار دولار اللي هتدي بيهم عجز الموازنه. احنا كمواطنين مش هناخد منهم اي حاجه خالص. ده هم هياخدوا من جيوبنا. بالظبط. مبدئيا هو من جيوبنا الضرايب دي وماخدينها من جيوبنا. بالظبط بالظبط. طيب فاحنا يعني هيتاخد مننا دلوقتي ضرايب وهنرجع نسد بعد كده احنا كمواطنين ال 4 مليار. وبعدين كمان زيادة رسوم الكهرباء وبعد كده الضرايب تبقى زيادة على الفاتورة، وبالتالي انت فاتورة الكهرباء عندك بقت رقم خزعبلي. بالظبط بالظبط بالظبط، هي دي يعني الفكرة، انه هيبقى الزيادة هو الحكومة بتقول انه الزيادة مش هتسيب الموظف محدود الدخل، لكن هما بيتكلموا عن معدومين الدخل، الناس اللي مش هتدفع اي زيادة، الناس اللي بتستهلك 50 كيلو وات في الشهر اللي هما عندهم عيشة صغيرة، الاهالينا في القرى في الصعيد وفي وجه بحري، هم دول اللي مش هيزود عليهم حاجه، ودول عددهم محدود جدا من الشريحه الاكبر اللي بتوصل ل 21 مليون اسره. نعم. احنا عندنا 21 مليون اسره منهم 5 مليون مش هيزيد عليهم. تفتكر ليه يا محمد تم تمرير هذا القانون؟ اولا القانون صدر يوم 6 ديسمبر اي قبل الغاء الاعلان الدستوري، ونشر في الجريده الرسميه يعني، وبالتالي لا يمكن تحصينه ولا يجوز، عفوا هو محصن ولا لا يجوز الطعن عليه. تفتكر ليه بقى كل ده بيتم تمريره في يعني زي الدستور وكده؟ افتكر زمان كان يقول لك ادفع الشر كله مره واحده وبعدين ادي للناس حاجات خير سنه سنه. فهو جه رمى الشر كله. انا مستنيه الخير ده، ابو سنه سنه ده. لا خالص، هو رمى الشر كله مره واحده، والخير بقى ان هو ايه؟ هيقلل الشر. الخير اللي هو الوقت هيعمله ايه؟ انه هيعدي الاعلان الدستوري، الخير اللي هو هيعمله هيقلل الزياده، بس هياخد من الكهرباء، الخير اللي هيعمله ان هو هيقلل، يعني ابتدى يعمل خير في الشر اللي هو عمله اصلا، ففي النهايه المحصله بالايجاب علينا احنا، يعني بالسلب علينا احنا بالايجاب ليه هو. أشكرك محمد عادل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنا عارفة أن عندي اتصالات جمهور كثيرة جدا، أوعدكم أنه بكرة أخد أكبر قدر من الاتصالات للجمهور. عايزة بس أقول لكم أن إيه، طبعا إحنا بنشتغل ولسه المدينة محاصرة من السادة والسيدات، ما بقى في ستات دلوقتي، حازمون وحازمات، والشيخ حازم أبو إسماعيل بيروح ويجي كده ينور ويروح ويجي، وبيوزعوا دلوقتي علينا إيه، الشعب يريد تطهير الإعلام كويس، وبيطالبوا بيقول لك ايه، ببص بقى في المنشورات اللي بيوزعوها دي، بيقول لك ابدا بنفسك، طهر بيتك. معرفش ده ديتول ولا هيستخدموا الديتول ولا هيستخدموا بايجون ولا هيجيبوا شركات الرش مثلا ولا ايه. طهر الريسيفر من اعلام الفلول، احذف قنوات الفلول والفساد والفتنه من الريسيفر. المقاطعه اكبر ردع لهؤلاء المفسدين، وكما عملنا مع سويرس، مع المقاطعه تقل المشاهده وتقل الاعلانات وتروح عليهم السبوبه. وحياة أبوكوا تقطعونا، والنبي تقطعونا. يعني أنا بدعوكوا يا جماعة، أنا قلت من زمان مش عاجبك شكلي، شايف إن أنا ست بطلع بشعري، متضايق من الموضوع ده، كلامي مغرض، أرجوك دوس على الزرار. عندك محطة 25، عندك قناة الجزيرة، عندك التلفزيون المصري 34 محطة، استمتع. أرجوكوا قطعونا، يعني أنا أطالب بالمقاطعة، أنا أضم صوتي إلى صوت هذه اليافطة وبقول لكم والنبي لا تقطعونا. طبعًا حاطين أسامينا كلنا بقى، دريم وسي بي سي والتحرير وكل الجرايد بقى، وأسامينا وأديب وأخوه ومراته كده، يعني أساس إن إحنا عيلة مع بعضينا يعني. كلنا بقى، فأرجوكوا أنا بتوسل إليكوا، أي حد مش عاجبين يا جماعة المقاطعة ده حق، يعني حق مكفول لكل مواطن، فأرجو من حازمون قطعونا، ومن الإخوة اللي مش عايزيننا قط، يعني إيه المشكلة؟
دوس على الزرار ما تتفرجش عليا، وبدل ما انت واقف بره كده بس. عموما خليكوا قاعدين، ممكن نطلع لكم كرواسون، ممكن نطلع لكم بطاطين بتاعت باسم يوسف، ممكن نعمل لكم كل حاجه. احنا ناس بنرحب بالضيوف طالما ان هم ضيوف لطاف بره، حطوا منصات وميكروفونات وحاجات كده. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل حوارنا مع السيد عمرو موسى عضو جبهه الانقاذ والامين العام لجامعه الدول العربيه السابق والمرشح السابق للرئاسه، يتحدث عن أحوال البلد وماذا يحدث والخطة القادمة للمعارضة. هذا الحوار سجلناه قبل إعلان جبهة الإنقاذ مقاطعة، مش مقاطعة، رفض الاستفتاء والتصعيد. وقابلكم بكرة إن شاء الله.